السلام عليكم. السلام عليكم طلبة الصف الثالث متوسط. نكمل محاضرتنا اللي تتحدث عن السكيلتال سيستم، الجهاز الهيكلي بالهيومن بالإنسان. محاضرتنا رقم 5 تتحدث عن الثوريسيك كيج اللي هو القفص الصدري. القفص الصدري اللي هو احنا هسه آخر شيء بالمحور أو بالهيكل المحوري بجسم الإنسان، راح يتكون من الربز اللي هي الأضلاع والسترنيوم اللي هي القص، دني فراغات بالوزاري جايات مكررة. ثوريسيك كيج راح يتكون consist of فراغ عند فراغ بجنتبول. نجينا على اليمن على الربز اللي هي شن هي الأضلاع. بالإنسان عندي شقد عدد الأضلاع راح تتواجد؟ راح يكون عندي 12 بير، عندي 12 زوج من الأضلاع. 12 زوج من الأضلاع، هاي 12 زوج من الأضلاع راح تتصل connected articulately اللي هي تتصل تمفصليا ويا من؟ ويا الثوريسيك فيرتبرا اللي هي ويا الفقرات الصدرية اللي عددها شقد 12 فقرة من الخلف اد باك سايد. بس من الأمام الفورين سايد للجزء الأمامية راح السبعة الأولى الفيرت سفن بيرت اللي هي شنو هي السبع أزواج الأولى من هاي الربط راح دايركتلي كونكت ويذ سترنيوم. هسه أنا أرد أعيد هذا الحكي أرد أفهمه. بالمحاضرة السابقة شنو إحنا بوقتها أخذنا؟ إحنا بالمحاضرة السابقة أخذنا الفقرات اللي أو أخذنا شنو نقول عليها الفقرات العمود الفقري اللي موجودة به أو مناطق العمود الفقري. فش أخذنا بمناطق العمود الفقري؟ أخذنا هنا المنطقة الأولى سيرفيكال، والمنطقة الثانية اللي هي ثوريسيك اللي هي شقد عدها 12 منها من واحد الهاي 12، هذني موجودات بالخلف يعني بالعمود الفقري اللي هي وراء من واحد إلى شقد إلى 12 فقرة، هذني موجودات بالمنطقة بالعمود الفقري. من الأمام إذا تلاحظون إنه هاي طالعة من هنا، لاني من الامام راح يرتبط بين الاضلاع اللي شقد عدد هنا 12 زوج من الاضلاع راح يرتبطن، يعني الاضلاع الربز راح يرتبطن بالباك سايد بالجانب الخلفي بيمن بفقرات العمود الفقري اللي هي الثوريسيك الفقرات الصدريه، بينما من الامام راح يرتبطن بعظم القص. زين بمن يرتبطن؟ شلون هاي الاضلاع ترتبط بالفقرات؟ اذا تتذكرون بالمحاضره السابقه شرحنا عنها برقم 4، شرحنا اكو بجسم الفقرة اكو بروزات بروسيسز، هاي البروزات البروسيسز شبيهة راح هاي هنا الترانسبير اللي هي البروزات التمفصلية راح ترتبط ويا من؟ يعني راح يصير الكونكشن ارتباط ويا الربط ويا الأضلاع اللي هي منهن هذني، راح يكون تتصل بين الأضلاع يطلع الزوج منها ويطلع منها اللي هن 12 زوج. زين هسه نجي نجي الى موضوعنا محاضرتنا اليوم اللي هي تتحدث عن شنو؟ عن الاضلاع الموجوده. فهسه انا ايش حكيت بالاضلاع؟ قلت يابا هن عددهم ايش قد؟ عددهم 12 زوج من الاضلاع راح يتمفصلن او يرتبطن تمفصليا ويا الفقرات الصدريه اللي عددهم 12، ارتباطها ويا الفقرات الصدريه من خلال الباك سايد الجزء الخلفي، اما من الجزء الامامي الفرونت سايد راح يكون ارتباطها ويا من؟ الاضلاع السبعه الازواج السبعه الاولى راح ترتبط بشكل مباشر ويا السترنيوم. شنو هاي السترنيوم؟ شنو هذا القص اللي قاعد تسولفين عليه؟ القص هو الجزء الامامي او الموجود بالمنطقه الصدريه، هذا هو القص، هذا القص، هذا القص. عظمة طويلة تتكون من ثلاث عظام متصلة سوية طويلة اسمها سترنيوم، هسه راح نشرحها. زين هاي هي الأضلاع، أنا هسه دا آخذ السبعة الأولى وهسه هاي هنا أنا. يعني هذا ضلع، هذا زوج، هذا الزوج الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، السادس، هذا السابع، ذني السبعة أزواج يرتبط من الخلف بالعمود الفقري ومن الامام بالسحول الاسترنيوم اللي هو القص. دا احكي عن القفص الصدري. زين هسه نجي على هذين السبعه ازواج، ايش راح اسميهن؟ لان مرتبطات بشكل مباشر بهذا القص
ارتباطهم بشكل مباشر عن طريق ذن القطع الغضروفية، راح أصح لهم تشرور بس راح أصح لهم بالأضلاع الحقيقية، راح أصح لهم بالأضلاع الحقيقية، لأن أنا عندي ثلاث أنواع من الأضلاع، عندي ثلاثة أنواع من الأضلاع اللي هي من هي الترور ربس اللي هي شن هي أو الترور ربس اللي هي الأضلاع الحقيقية، والفالس ربس اللي هي الأضلاع الكاذبة، والفري ربس اللي هي الأضلاع الحرة. جيت للأضلاع الحقيقية، مطلوب من عندي تعريف ومطلوب ما سبب تسميتها بهذا الاسم. هن جيت عددهن ذن الأضلاع، عددهن سبعة أزواج، الأولى the first seven pairs of ribs شبيهة directly connected، راح ترتبط بشكل مباشر ويا من ويا السترينج عن طريق by small cartilage nuance اللي هي بيسز قطع غضروفية صغيرة، عن طريق قطع غضروفية صغيرة. شنو ممكن تجيني أسئلة عنها؟ ممكن تجي أسئلة عنها اللي هي عرفوا لي هاي little ribs، شو راح تعرفوا لي؟ راح تحجون هذا نفس الحكي راح تنزلوه، ما راح تضيفون اي اضافه جديده، مجرد انه تقولون هي هذه منين تتكون the first seven pairs of rabbits، يعني هذا الحكي نصا راح ينزل، هذا تعريف من هي الاضلاع الحقيقيه اللي هي الاضلاع السبع ازواج الاولى من الاضلاع اللي directly connected with sternum by small cartilaginous bases. يجي سؤال why ليش راح اصيح لهم some rabbits are called true rabbits، ليش راح اصيح لهم بهذا الاسم؟ لانه the first seven pairs of rabbits are directly connected with sternum by small cartilaginous bases. تمام هنا نجي على اليمن على الاضلاع الثانيات اللي هن 3 بيرز، يعني هم سبعه ثلاث ازواج من الاضلاع not connected with sternum، ما راح ترتبط بشكل مباشر ويا السترنوم دايركتلي، but connected with cartilage ويا الغضروف مال الضلع السابع سفن رب اللي هو من هو الضلع السابع من الاضلاع الحقيقيه، لذا راح اصح لها فالز، راح اصح لها بالاضلاع الكاذبه. ليش راح اصح لها بالاضلاع الكاذبه وشنو تعريف هاي الاضلاع الكاذبه؟ زين هذا نفس ما هو، ما عندي فد اضافه جديده. هن من هن ثلاث ازواج من الاضلاع، ما راح ترتبط بشكل مباشر بمن بستنيوم، لكن ترتبط بغضروف الضلع السابع. راوي لي اياهم، من راح اراوي لكم اياهم تصير اوضح الصوره مالتهم. هذني ذني ثلاث ازواج، وين هن ذني ثلاث ازواج؟ راح يتواجدن باع وياي ادي هذا الضلع السابع، هذا الضلع من هو السابع. اجيت واحد اثنين ثلاث، ذني ثلاث ازواج، راح ثلاثتهن يتصلن بمن؟ بغضروف الضلع السابع، ثلاثتهن يرتبطن بغضروف الضلع السابع ثم بالسترنوم. اذا هن مو اتصالهم بشكل مباشر، ما راح يتواصلن بشكل مباشر وياه، لذلك صاح لهم بالاضلاع الكاذبه، لذا صاح لهم بالاضلاع الكاذبه. فتنتبهون هذا تعريفها الاضلاع الكاذبه، ليه صاح لها بالاضلاع الحقيقيه او الكاذبه؟ اذا تتصل بالسترنوم بشكل مباشر فهي صاح لها بالاضلاع الترو، اذا ما تتصل بشكل مباشر فشي صح لها بالفالس ربس اللي هي ثلاث ازواج من الاضلاع not connect with sternum directly but connect with this cartilage مع غضروف السفن رب of true ribs. زين هسه ذني النوعين من الاضلاع، اجيت للنوع الثالث اللي شو اسمه النوع الثالث؟ free ribs اللي هي شنو هي؟ الاضلاع الحره. وينهن؟ وش قد عددهن؟ هن زوجين من الاضلاع، اخر شيء ذا لاست اللي هن الاثنين الاخيريات اللي باقيات، وين هن؟ راوي لي اياهن، حطهن بغير لون. ذني هذا زوج وهذا زوج، ما راح يتصلن باي شيء، قاعد تشوفوهن موجودات بشكل حر، اي تواصل ويا اي شيء ما عندهن، لذا يجيني تعليل some ribs بعض الاضلاع are called تدعى بالفري ribs اللي هي شنو هي؟ اضلاع الحره. ليش؟ لانه هي عددها the last two pairs الزوجان الاخيران من الاضلاع are not joined، ما راح ترتبط to anything at the front، ما راح ترتبط باي شيء بالمقدمه بالامام، لذا يصاح لهم بمن؟ بالاضلاع
الفري الحرة وهذا يجي تعليل ليش اسمهن أضلاع حرة، ليش اسمهن بالأضلاع الحرة، راح تقولون إن the last two pairs of ribs are not joined to anything other part. هذا بس اللي يخص. اجيت هذه القطع الغضروفية، هاي القطع الغضروفية تشوفوها البيضة، ذني القطع الغضروفية البيضة، ذني ليش موجودات، ليش موجودات هنا بالقفص الصدري، ليش متصلات وشنو هن، شنو هن ذني القطع، راح اضل لكم اياها بغير لون لان هاي مهمة. اول مرة هي كارتليج لايك ستركتشر، تراكيب تشبه الغضروف، شبيهة وين موجودة، لوكيشن مالت موجودة in the وين in the front side بالجانب الأمامي منين من the true and the false ribbit. هذا هسه هنا بس خل أعدل هاي لأن أريد مالتها الموقع، هذا موقعها موجودة بالجانب الأمامي من the true and false ribbit. زين هذا موقعها. إجيت شنو أهميتها هاي، هاي ليش موجودة، they are important مهمة in the processes بعملية الريسبريشن التنفس، لذا they facilitated تسهل من حركة الثوراسيك كيج. شلون؟ حطوا ايدكم على صدركم، اخذوا نفس عميق، شهيق زفير شهيق زفير، شو تحسون صدركم، صدركم يرتفع وينخفض يرتفع وينخفض، فأنا من يرتفع هذا تسهيل لمن حجم الرئتان، راح ناخذه بالتنفس بالجهاز التنفسي، حجم الرئتان تمتلئ بالهواء، فأنا من تمتلئ وذني عظام، ذني عظام ما به المرونة، بهن هاد يعني يكون الأمصال الصلبات ما به المرونة، فالغضروف ينطي مرونة، ينطي مرونة لمن، شلون الميكول إذا تتذكروا في الإكسبلوتي تبون ينطي مرونة للعظم، هنا همتين راح ينطي مرونة للقفص الصدري لتسهيل الريسبريشن التنفس، بالتالي فيزليتي تتسهل من حركة الثوراسيك كيج. هذا 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 الجزء كله من نانا من من وراء فري ريبت، هذا شي يجيكم بي، يجيكم أهمية، تجيكم هنا هنا أهمية هاي المنطقة أو ليش موجودة. Why we are find the cartilaginous bases are the cartilage-like structure تراكيب تشبه which present موجودة بالجانب الأمامي من true and false. أو يجي يقول لك ليش هاي مرتبطة، يقول لكم عفوا ليش موجودة بال thoracic cage، ليش موجودة هناك، يعني يجيبها we are found هيجي وين راح يلقاها، هنا أنا أكتب لكم R وين thoracic cage، ليش موجودة بهذا الجانب، هاي أساعدها فوق لكم، ليش هاي راح نلقاها، هذا يقول لي because they are important in the processes of respiration since they facilitated the movement of the thoracic cage، يعني هي راح تسهل من عملية التنفس وتسهل من حركة منو الثوراسيك كيج. زين ذني تعاليل، قلت لكم ذني تعاليل، بعض الأضلاع صح اللي هي ترو، بعض فولس، بعض فري، ذني مهمات. بقى عندي مقارنة منهج عربي كلش هواي جاية بين من بين الترو والفولس، ذني عددها 7 أزواج الأولى، ذني الثري بيرز، ذني ما راح، ليش سموهن بالترو، ما راح يتصلن دايركتلي كونكت، أو العفو راح يتصلن بشكل دايركتلي مباشر with sternum by small cartilaginous spaces، لذا هي راح يصح لها ترو، بينما هاي ما راح تتصل ويا سترنيوم بشكل مباشر. زين ولعد بما راح تتصل but connected with the cartilage of the seven rib of true ribs. زين لذا يصح لها false، هاي مهمة كلش. زين اجيت على المكون الثاني من مكونات منو الثراسيك كيج اللي هو شو اسمه سترنيوم، القفص الصدري، هذا long level structure هو هيكل طويل. زين consist راح يتكون من 3 cohesive bones، عظام ملتحمة ثلاثة، من 3 عظام ملتحمة موجودة بالجانب الأمامي من chest الصدر، موجودة بالجانب الأمامي من الصدر، النهايات مالتها تكون مدببة، نهاية آخر عظم بها راح يكون مدبب،
from the side من الجوانب. زين the true ribs راح joint راح تتصل بي بهاي الستيرنيوم by cartilaginous basis. راويني اياها واحكي لي هذا الشرح عليه، راويني هذا عظم القص وسولفي لي هذني الشرحين عليه شلون هذني العظام. هنا هذا ستيرنيوم ثلاث عظام ملتحمات كوهيزف ملتحمات ثلاث عظام ملتحمات سوية طويلات لونج بون. الحافات مالتهن هاي دشوفوهن بوينت مدببات، هاي الحافات من الجانبين مدببات. زي بعد موجودات وين؟ حطوا ايدكم على صدركم بالنص راح تلقوهن بالجانب الامامي من الشيست الصدر. زين راح يتصلن بالاضلاع او الاضلاع الربس تتصل بستنون بواسطة شنو هذا الغضروف. ذني سبع ازواج 1 2 3 4 5 6 7 ازواج الاولى راح يتصلن عن طريق الغضروف بي. زين يعني هو هذا اقدر اقول عليه هذا الجزء هو وظيفته وهذا موقعه وهذا وصفه. يجي كل شوي تعريف يجي كل شوي تعريف موقعه هذا ووظيفته. هسه هذا الهيكل المحوري شرحناه مع الاسئله اللي ممكن تجيني عليه انتهينا من عنده. اكو فد شغلات اريد تنتبهوا لها ونختم محاضرتنا هذه. زين شنو هي الشغلات اللي اريدكم تنتبهوا لي لها؟ اني حكيت عندي ثلاث انواع من الهولز او شو صح لها الفورمن هولز او شو صح لها فورمن اللي هي الثقوب. ثلاث انواع من الثقوب او الفورمن، واحد اسمه الفيرتبرال فورمن والابيكال فورمن وبعد غيرها عندي من هو بعد من الثقوب الموجودة المجنوم اللي هو شنو هو اللي راح يكون موجود بجمجمة. ذني ثلاث أنواع من الثقوب تم ذكرهن بمن تم ذكرهن بالكتاب فتنتبهونهن. حطيت لكم تعاريفهن مرة ثانية هنا على مود ما تضيعون بيهن، ولهنا من تجون ان شاء الله هاي الملزمة تشوفوها راح تلقون انه لهنا انا حاطت لكم مجموعة من التعاليق. اتمنى تكونوا استفاديتوا من المحاضرة. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم.